بهدف انتزاع الصدارة ولو مؤقتا، دخل تفرغ زينة لقاء الجاهة لحساب المرحلة 23 من الدوري على ملعب الشيخة مساء السبت، مواجهة لا تكثر فيها الحسابات لدى أبناء المدرب مودون يانغ، فالنقاط الثلاث هي الغاية فقط. تحت أنظار القائمين على الفريق أضاع تفرغ زينة الكثير من الفرص حتى نهاية الشوط الأول. بالمقابل اعتمد جاهة على بعض الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطرا على مرمى تفرغ زينة، لينتهي الشوط الأول كما بدأ. الشوط الثاني بدأه تفرغ زينة بقوة باحثا عن التقدم، بالمقابل كاد جاهة أن يفتتح التسجيل لولا يقظة الحارس سوكوبا. صمود جاهة أمام الزعيم انتهى عند الدقيقة 54 بعد أن وقع مهاجم تفرغ زينة أمار بقيقو على هدف التقدم. أضعف دفاعات البطولة نادي جاهة تلقى هدفا ثانيا وقعه صنبا عبد الله في الدقيقة 74 من عمر المباراة، التي انتهت بفوز مهم انتزع به تفرغ زينة صدارة الترتيب مؤقتا ب 48 نقطة، فيما بقي جاهة بعشر نقاط في المركز قبل الأخير. اللقاء الثاني في أمسية السبت على نفس الملعب والحساب ذات الدور، استطاع فيه رجال المدرب بابسيك التغلب على الكونكورد بهدفين لهدف. رجال أبو بكر جوب افتتحوا التسجيل مبكرا عن طريق محمد مبارك غوشي من كرة ثابتة بعد أربع دقائق فقط من انطلاقة المباراة، غير أن كينغ نواكشوط ومن خطأ دفاعي استطاع العودة باللقاء عن طريق اللاعب الشيخ مبوج في الدقيقة 9. تعليمات أبو بكر جوب لم يفهمها لاعبوه الذين ارتكبوا خطأ جديدا كبدهم هدفا ثانيا من ركلة جزاء وقعه سيسي عبد الرحمن. مباراة كينغ نواكشوط والكونكورد باحت بكل أسرارها في الشوط الأول، حيث انتهت بفوز ملوك العاصمة بهدفين لهدف. فوز قرب الكينغ من المركز الرابع، فيما بات الوئام مهددا بفقد مركزه الثالث في الدوري.